اللي جاي. الزمالك وصل كان له احتفالية عظيمة من جماهيره في استاد القاهرة. أنا بلوم على الكابتن شيكابالا، أنت في الملعب بتقعد تعمل كده وبيحصل شتيمة لجماهير النادي الأهلي وللنادي الأهلي، كمان خارج الاستاد ما ينفعش، ما ينفعش. إذا كنت أنت ولا حازم إمام ولا عبد الله جمعة، الفكرة مش إنك أنت بتحتفل، أنت كده رايح إن هم يشتموا النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي ولاعيب النادي الأهلي، ده شيء مش مطلوب، ده شيء مش مطلوب انك تشارك فيه، حتى لو الجماهير عملته انت ما تشاركش فيه، لكن الاصرار على ده يؤدي الى فتنه. وزي برضو لو عملوا كده اي حد في النادي الاهلي هقول نفس الجملتين، الخطا عند واحد ولا يتغير. محمد مجدي قفشه جاهز لمباراه السوبر وكان عنده الام بسيطه في الركبه وارتاح المباراه الماضيه. وصالح جمعه الاهلي يعرضه للاعاره مجانا. شفتوا كده؟ يعني قال لك حد اي حد عايز ياخده ياخده، مش عايزين فلوس فيه، للاعاره مجانا مقابل راتبه هو اللي يحصل عليه. عروض فنلندا كان اخرها 10,000 دولار في الشهر، يعني السنه 120,000 دولار، لا يتناسب مع ما يحصل عليه، يعني 1,600,000 جنيه مصري مثلا او حاجه، ولا 1,700,000 هو بيحصل النادي الاهلي على 5,000,000 جنيه. وبالتالي قال لك لا انا قاعد في النادي الاهلي. وفايلر قرر ان هو يتمرن بعيد عن الفرقه ومنفردا. صالح جمعه مش فارق معاه حاجه خالص، بيتعامل مع الموضوع ببرود شديد جدا، وانا لي عقد وحكايه وروايه. فالاهلي عرضه للاعاره مجانا لان فايلر رفض اعتذاره، رفض اعتذاره ورفض ان هو يحتضنه مره اخرى، خاصه لما جاب سجل عقوباته من النادي الاهلي وقال لك ان هو يعني ميزه صالح جمعه لدى فايلر انه يمتاز بعدم الانضباط والالتزام، وبالتالي يتمسك برفض تواجده داخل النادي الاهلي. شيكابالا اتمنى انه يفوق، يعني اتمنى ان شيكابالا ما يكررش اللي عمله ده تاني. اسامه جلال مدافع انبي لنادي الزمالك والنادي الاهلي كانوا عاوزينه، اللي سبق للتوقيع للنادي الاهلي قبل بدايه هذا الموسم ورفض رحيله علي ماهر، جاي له عرض من بازل السويسري، ويوجد حماس كبير جدا لدى اداره نادي انبي للموافقه على رحيله للاحتراف في نادي بازل السويسري اللي كان بوابه محمد صلاح للاحتراف الاوروبي في ايطاليا وفي انجلترا وحاجات بالشكل ده، ومحمد النني ايضا لارسنال وما الى ذلك. وبالتالي في حماس كبير لانه يحترف. هو قال لك ان انا لا استحم، ما بنخافش يا عم التهديدات سيبها لله، فاللهم صل على محمد. فاسامه جلال متحمس للاحتراف خاصه بعد تجاهل الاهلي والزمالك للتعاقد معه بجديه. مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومهاجم مصر الاول الان. بتقوم شركة تسويق مصرية اللي هو أحمد يحيى بتسويقه في الدوري الإنجليزي والإسكتلند. النهاردة عرضوا شرايطه وأهدافه وحكاياته ورواياته على نادي بورنسموث الإنجليزي وبرايتون الإنجليزي، على الناديين دول، وبدأ ناس منهم يتابعوا مصطفى محمد، ويقال إن هناك من تابعه في السوبر الإفريقي الماضي، وده مكسب كبير جدا. مصطفى محمد لو راح الدوري الإنجليزي هيقلب الدنيا، هيقلب الدنيا، حاجة موهبة فزة، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر عليه، حاجة جميلة جدا جدا جدا. محمد رمضان أو الفنان محمد رمضان أو الممثل محمد رمضان أو المطرب محمد رمضان أو أي سموه اللي أنتوا تسموه، يعني عنصر من العناصر اللي أنا شايفها إنها رسخت للبلطجة في مصر بأدوار، و حتى ما أحبوش الصراحة كده، رغم ان هو كممثل يمتلك قدرات عاليه لكنه مال للطرب ومال للاستعراض والسلاسل والبلطجه وكذا وكذا، فادواره شجعت البلطجه في الشارع المصري. وكان الناس المعنيين بمحمد رمضان او بالسوبر المصري قال لك ان محمد رمضان سيحيي حفل السوبر المصري في ابو ظبي. قلت يا ده يدق ومدي عينه قدام كمان، يعني مصر ما فيهاش مثلا شيرين، ما فيهاش انغام، ما فيهاش محمد منير، ما فيهاش هاني شاكر، ما فيهاش مصر مليانه ومصر غنيه بمطربيها العظام، ما فيهاش انغام، يا جماعه في ايه؟ واحنا ليه دايما بنروح للنماذج
اللي زي محمد رمضان ونرمزها وننجمها ونخليها هي القدوة للناس. ليه الناس تقلد محمد رمضان ما تقلدش ناس تانية محترمة؟ ليه ده يبقى كذا؟ المهم امبارح قناة ابو ظبي لو هي بتقدم فقرات يوم السوبر ما جابتش سيرة محمد رمضان، وده دليل ايجابي وامر ايجابي جدا 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 من المسؤولين في اللي سمعوا لغضبة الناس المنظمين. اللي سمعوا لغضبة الناس دي ناس محترمة، لانك انت مش ضروري تعاند الناس، بالعكس الناس عايزة ايه؟ مش عايزة محمد رمضان خلاص، عايزة مصر مليئة بقى بالمطربين وبالفنانين اللي هم يقدموا صورة جميلة عن مصر، صورة جميلة عن مصر. وبالتالي ده أمر يعني إيه يجب أنه يحصل. لكن أنا جا أقول إن أقول لا هو اللي موجود وكده، فالتراجع عنه وفقا للفقرات اللي أعلنتها قناة أبو ظبي الرياضية. ما احنا دلوقتي هناخد كل حاجة من قناة أبو ظبي طالما ما عندناش معلومة لا من أون ولا من طيب، هناخدها من قناة أبو ظبي. ما حدش طلع لأكد ولا نفى المعلومة، مع ان ده مش سر. واتصلت بالاستاذ عمرو وهبي اللي هو المدير التنفيذي لشركه برزنتيشن ما بيردش، فبالتالي الناس بتخاف تقول لك المعلومه. وعندك حسين الجسمي، وعندك حسين الجسمي، فانت ليه مصمم على هذا الوجه؟ انا ما شفتش واحد بيعمل بشورت وفانيلا وسلسله وبتاع، وخاصه بعد ازمه الطيار اللي حصلت ديت. يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ الواحد ما بقاش فاهم. انتوا عاوزين تقدموا مين للشباب نموذج وقدوة؟ عاوزين تقدموا مين للشباب نموذج وقدوة؟ وبالتالي ده امر صحي جدا ان يتم الاستماع الى وجهات نظر الرأي العام ورفض محمد رمضان وتغييره، وسيكون صحي اكتر باذن الله حينما يتم الموافقة على اقامة مباراتي الاهلي والزمالك امام صن داونز والترجي باستاد القاهرة. النادي الاهلي عامل 100,000 جنيه لمن يكسر الحاجز الاعلامي، ورمضان صبحي النهارده خد حقنه بلازما وعاوز يلعب مباراه السوبر باي شكل، وهو ضمن قوام الفريق، وباذن الله باذن الله ربنا يحفظه ويحفظه ويحفظ كل لاعبينا باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله. رضوان جيد اللي ادار مباراه الهلال والاهلي في بطوله افريقيا هو اللي هيدير مباراه الزمالك و الترجي التونسي في بطولة افريقيا هنا في مصر. قلت لكم امبارح ان بكاري جسامة هيدير لقاء الاياب في الجنوب افريقيا. عاوز اتكلم في حاجة قلنا بلاش اتكلم فيها، سيبوها لوقتها، لان لما اجي اتكلم فيها هبقى مباشرة بخاطب السيد رئيس الجمهورية. نرد على اسئلة حضراتكم. لحظة، في حاجة هي حوالين حفل محمد رمضان من برزنتيشن فنشوف. فنشوفها لأن هي دي الموضوع يعني اللي كل الناس بتتكلم عليه. يبدو إن برزنتيشن عاوزة مطلعة رد أو حاجة، فنشوف ده. لأن موضوع محمد رمضان ده شغل الرأي العام بقوة، لأن الناس مش عاوزة النماذج دي، خاصة بعد حادث الطيار وإن هو تسبب في قطع أكل عيش راجل طيار كان طيار حربي وعامل شغل كويس جدا جدا جدا، وإنت بتأذيه في أكل عيش وبتتسبب في إيقافه وبتتسبب في سحب رخصة. ابعت لي معاذ أو يبعت اللي بعته على هنا. فإن النهاردة يبقى الناس كلها بص على ان محمد رمضان هو النموذج وهو القدوة وهو اللي بقى موجود في كل مكان
وبيحضر لقاءات مهمة وبيقعد في الصف الأول، دي كارثة. بعد كده نلاقي حسن شاكوش، وبعد كده نلاقي عمر كمال اللي أنا أول مرة أسمع عن أسمائهم امبارح، وقبل كده هنشوف بقى الهيصة والميغة اللي بتحصل في هذا الإطار. حنفي رايح السوبر يا كابتن، معرفش والله، وحنفي يروح ولا ما يروحش، وأنا عندي دعوة وحجز طيارة بكرة والله الساعة 2:30، مش عارف أروح ولا ما أروحش، نفسي مسدودة إن أنا أروح، لأن اللي بيحصل دلوقتي فاق الوصف وفاق الخيال.